بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حسنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوا على محمد وآل محمد. الآية طبعا في سورة البقرة آية 256، وهذه الآية كما هو المعروف عندنا أنها جزء من آية الكرسي. هسه يختلف العلماء في آية الكرسي، لما نقول آية الكرسي لا نقول آيات الكرسي. البعض يقول على أن آية الكرسي آية واحدة مو آيات، زين؟ وإذا كانت آيات المفروض يقول آيات الكرسي، لا يقول آية الكرسي. والبعض يقولون لا، هي هاي مجموعة، كلها مجموعة معنى واحد، آية واحدة مو آية واحدة، هي ثلاث آيات بس معنى واحد متصل، كل آية تكمل الآية الأخرى. ولهذا بعض العلماء يقول آية الكرسي فقط الآية الأولى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إلى آخر، بس هذه الآية الأولى بس. وبعض العلماء يقول لا، إنما آية الكرسي عبارة عن ثلاث آيات متوالية، واحدة اثنين ثلاثة. هذه الآية الكريمة تعد من آية الكرسي حسب الظاهر، يعني على الرأي الثاني. طبعا نحن عندنا إن شاء الله عما قريب راح نفصل آية الكرسي مع كل مضامينها، يمكن تأخذ منها محاضرتين، مضامينها والمفاهيم اللي فيها وتفسير الآية وعظمة هذه الآية الكريمة، يمكن تأخذ منها محاضرتين، يمكن أنا أحاول أسويها محاضرة بس يمكن تأخذ اثنين، لأن بها بحوث جدا هواي. الشاهد مولانا، الآية الكريمة تشير إلى معنى جدا مهم إخواني. الآن الإسلام يتهم بتهم كثيرة، وهذه التهم ما هي مولانا؟ أن الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأئمة الأطهار وعلي بن أبي طالب بالذات حكموا السيف في تحكيم الإسلام. يعني الآن عندنا بعض النصارى أو بعض اليهود يعبر عن رسول الله بنبي السيف، بنبي الدم، هذا دين السيف ودين الدم. فرض الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرض الإسلام على أعناق الناس، الما يقبل بالإسلام النبي كان يذبحه كان يقتله، هذا ما يعبر عن ديننا.
وعنا عند غيرنا، عند النصارى وعند اليهود. الآية الكريمة تجيب هذا الشبهة، تجيب على هذه الشبهة. بس قبل لا أجاوبك خلني أقول لك أنا سبب نزول الآية. الآية طبعا بها سبب نزول، يعني أكو قصة، أكو حادثة، أكو واقعة صارت في عهد رسول الله والآية نزلت بسببها. شنو هذه الآية؟ رجل اسمه أبو الحسين، مو أبو الحسين، أبو الحسين، حسين هذا اسم كان معروف عند العرب، حتى من قادة جيش عمر بن سعد كان الحسين بن نمير الكندي، كان قائد لكتائب زين ضد الحسين سلام الله عليه. طبعا هذا أبو الحسين ينقل صاحب مجمع البيان في تفسيره، في تفسير سورة البقرة مولانا، تفسير مجمع البيان، يقول أبو الحسين عنده 2 أولاد، هذول أولاده يشتغلون بالتجارة، تجارة بين المدينة المنورة وبين أهل الشام. أهل الشام في خلط، وكان من جملة الأديان اللي في الشام موجود شنو مولانا؟ كانوا المسيح. فهذول النصارى تجار، يوم من الأيام كانوا يمشون ويجون، يمشون ويجون، يتواصلون مع هالشباب الثنين. فالشباب الثنين تأثروا بالنصرانية، تأثروا بالمسيحية، تأثروا بهؤلاء التجار. من اجوا قلبوا من الإسلام صاروا شنو مولانا؟ نصارى، صاروا مسيح. بس تنصروا صاروا نصارى مسيح، شدوا شويلاتهم ومعيناتهم وراحوا وياهم ورجعوا للشام، راحوا للشام وياهم التجار، رجعوا للشام وهذولهم راحوا وياهم. هم من أهل المدينة كانوا مع الحسين. هسه البعض يقولون قبل لا أنا خل أكمل لك، هذه الآية هي آية مولانا مدنية. هسه البعض يقول مكية، لكن هي الأصح ناشنة مولانا أنها مدنية، لأن آياتها ومضامين سورة البقرة وطوال آياتها تدل على مدنيتها. شنو هي؟ كانت مدنية. فمن رجعوا هذا أبو الحسين اشتعل نار، رجل مسلم متمسك بدينه، متمسك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولاد انحرفوا وصاروا مسيح وعافوا راحوا. فأجى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله أولادي ذهبوا أو ذهبا، راحوا صاروا نصارى مسيح، فما أصنع؟ أدخل إلى الجنة ويدخلاني إلى النار؟ أتأذن لي أن أجبرهما، أجبرهم بالرجوع؟ النبي قال لا ما يصير تجبرهم جبر، لا ما يصير. فنزلت الآية تشير إلى هذا المعنى. شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، ماكو إكراه في الدين. هذا الشعار اللي الإسلام علم العالم، هذا الشعار اللي أعطى القرآن للعالم، على أن الإسلام مو دين السيف ولا دين الدم. الإسلام يحمل المنطق ويحمل الأدلة ويحمل المعرفة ويحمل الكلام ويحمل الثوابت والأصول الأساسية. واضح مولانا؟ ولهذا أنت إذا تريد تسوي لك واحد مسلم، إحنا عندنا جسد وعندنا روح، عندنا جسد وعندنا روح. الإسلام يشتغل على من؟ على روح الشخص مو على جسد الشخص. السيف للجسد، يمكن تجبر لك واحد بالإسلام جبرا بالبدن، الجبر يصير مسلم، بس نفسه وروحه وعقله وقلبه شنو مولانا؟ يرفض الإسلام، ما يريد. وبالفعل أكو بعض الناس يساروا، بس مو بالقوة، لا مو بقوة الإسلام، لا لا، إنما هم تدرون بعد الإسلام شاع في أرجاء المعمورة، وصار عنده ملك زين، أملاك صار عنده ومسؤوليات صار عنده وصار عندهم كثير. فالبعض تأسيا بشيخ العشيرة، والبعض مثلا خوفا من الجهاد، والبعض لا طمعا بالغنائم، والبعض كذا. البعض صاروا مسلمين بس لقلقت لسام شنو مولانا بالقلب، ما عند لا يحمي. هسه ليش تروح بعيد؟ الآن احنا مو عندنا جماعة مسلمين لو لا؟ هسه مو عندنا، عندنا ناس مسلمين بس اسمه مسلم، وأقعد أشياء بصراحة لو لا؟ زين، الناس أكو ناس عندنا بس بالاسم مسلم. المسلم الإسلام دين السلام، الإسلام دين السلام، دين المحبة، دين المودة، دين العاطفة. الإسلام ليس فيه قساوة، الإسلام ما فيه ذبح، الإسلام ما بي تكفير، الإسلام ما بي تهجير، الإسلام ما بي حرق للأطفال، الإسلام ماكو قتل للنساء، الإسلام ما يذبح الأبرياء. الإسلام ينكر ذلك، الإسلام ما يريد هذا الشيء. الإسلام ولهذا
انت تشوف الان الناس بعض احكام الاسلام الحقيقيه الحنيفه اللي حلال بعض الناس سووه حرام، وبعض الحرام سووه حلال. يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، شو يسوي مولانا؟ ياتي بدين جده رسول الله. اول تهمه يتهم النبي او يتهم الامام شو يقولوا له؟ يقولوا له قد جئتنا بدين جديد، صح ولا لا؟ الروايه معروفه. يقولوا له انت جايب لنا دين جديد، اكو شيء حرام احنا عندنا حرام، انت شو حليت هسه صار حلال، واكو شيء حلال انت سويت به حرمته، شلون هذا؟ هذا مو دين، هذا مو دين الاسلام الذي نحن شو يقول لهم؟ يقول لهم هذا دين جدي رسول الله، هذا اللي جبت لكم شنو ورانا؟ دين جدي رسول الله، بس انتم حلمتم او حللتم حرامه وحرمتم حلاله. الان احنا بالكيف صاير بعد الحلال والحرام؟ يريد ياخذ رشوة يطلع لها 70,000 عذر، نوبة يقول هدية، نوبة ألف اسم ينطيها، يريد يبوق مولانا يبوق يبوق يسرق، قاعد يبوق أموال الناس ويقول هذا حقي، هذا حقي أنا، شنو حقك؟ شنو حقك أنت؟ زين تسرق الناس وتقول حقي؟ أو ياخذ غيبة، ياخذ غيبة ويحكي وش يقول؟ اللهم لا تكتبها على غيبة، شنو هذا؟ هي غيبة. زين فإحنا قاعد البعض قاعد حقيقة يحلل الحرام ويحرم الحلال. الإسلام ما عنده أي إكراه مولانا. زين هسا واحد يجي يسأل يقول لي شيخنا هاي المجازر والقتل اللي صارت في عهد رسول الله وفي عهد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا مو إكراه في الدين؟ ها هذا مو النبي قاعد يكرههم على الدين؟ نقول لا لا. زين شنو مولانا هذا كان؟ بعدة أدلة. أولا مولانا القرآن يقول لا إكراه في دين، دين النبي حارب غير الأديان، حارب الشرك والأصنام الصنمية والوثنية والشركية والكفر، حاربهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قاعد يصير أمور بالعلن، كان فساد، كان عهر، كان عبادة غير الله تعالى. واضح مولانا؟ مو تقول دين النصارى، النصرانية دين من الله، اليهودية دين من الله، واضح مولانا؟ دين إلهي رباني، إلهم نبي ولهم كتاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جوف الكعبة مخلين أصنام تعبد، كان في كل بيت صنم يعبد من دون الله، وثن يعبد من دون الله تعالى. فالنبي حارب هؤلاء، هاي واحد. اثنين، أكثر حروب النبي جهاد دفاعي، أكثر حروب النبي، إذا ما نقول الكل ونبالغ، زين أكثر حروب النبي شنو كان مولانا؟ كانت دفاعية. زين أنت ببيتك وطبقوا عليك جماعة يقتلوك ويقتلون عيالك، تقول لهم والله أهلا وسهلا بكم لا أكره في الدين، يصير؟ ما يصير. الإسلام يقول لك ذب عن نفسك، دافع، روح قوم. ها فأنت الدافع لو ما تدافع؟ الدافع مولانا غزوا الإسلام وغزوا رسول الله مرات وكرات، أرادوا قتل النبي في فراشه، أرادوا قتل النبي، صنعوا ما صنعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظلوا يقطعون الرؤوس للمسلمين، يقطعون أعضاء المسلمين مولانا. النبي في حال الصلاة كان يلقى عليه الرفث ويلقى عليه مولانا حتى أمعاء وأحشاء الحيوان يذبون على أكتاف رسول الله، الحيات والعقارب على أكتاف رسول الله، والنبي في حال الصلاة كان يسكت؟ ها؟ قاعد يعتدى على الإسلام. فاعتدوا عليهم شنو؟ بمثل ما اعتدوا عليكم. زين فإذا حروب النبي ما كانت حروب غزو، لا، إنما كانت ماذا مولانا؟ حرب دفاع، دفاعية، هجموا على رسول الله، قتلوا مثلا خيبر اليهود، اليهود ما مخلين واحد من المسلمين ما كاتلينه، ما مخلين واحد ما جارحينه، ما مخلين قافلة من المسلمين ما ناهبينه وما سارقينه. النبي وده أبويا سيروا خوش وادم، سيروا خوش وادم، سيروا خوش وادم، ما سروا خوش وادم، ودى لهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ودخل علي بن أبي طالب وطلع مرحب وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا، الإمام علي رد عليه قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وسار الانتصار لجيش الإسلام والمسلمين ببركة سيف أمير المؤمنين علي عليه السلام. ليش؟ هذولي هذولي هم اعتدوا. النبي مرة مرتين ثلاث أربعة قلبوا يسيروا خوش وادم، كفوا أيديكم على المسلمين، ما كفوا أيديهم، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شنو صار مولانا؟ إذن السبب الأول، السبب لا إكراه في الدين، النبي هذه الحروب اللي حاربها، السبب الأول هذه ما كانت أديان، هذه ما كانت أديان. زين والقرآن يقول لا إكراه في الدين، ما كانت أديان،
كان يحارب الصنمية الوثنية الشرك والكفر. ثانيا حروب النبي مو إذا ما نقول كلها من باب عدم المبالغة معظمها مولانا شنو كانت حروب دفاعية، هاي اثنين. الثلاثة كان يمنع التبليغ للإسلام وللمسلمين، يمنع التبليغ، يعني إذا أنت تتبلغ للإسلام يقتلونك المشركون، يقتلونك الكفار، يقتلونك. فأنا اللي ديني على حق أقتل، هو دينه أو مذهبه أو كلامه على باطل وعبادته على باطل، هو الحق أن يصير وأنا أصير باطل؟ لا. فأكيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنشر الإسلام ولنشر التبليغ مولانا هجموا واعتدوا، النبي أم رد عليهم. زين، لا إكراه في الدين. ليش لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. الرشد شنو والغي شنو؟ الرشد طبعا بمعاني عديدة، زين، ورشده كثير عندنا بالقرآن الكريم، حتى إذا بلغ أشده، هذا الأشد في موسى يقول الرشد، زين، البعض يقول الرشد والأشد واحد، زين، كلمة واحدة، والبعض يقول لا يفرق، على نرتبط بالآية خط لا نضيع. قد تبين الرشد من الغي شنو؟ تبين يعني البيان الواضح، زين. الرشد الوصول إلى الحقيقة، الغي الانحراف عن الحقيقة. عرفت شلون صار؟ الرشد الوصول إلى الحقيقة، الغي الانحراف عن الحقيقة. قال أنا بعد ما أكره واحد على الحق، ليش؟ لأن طريق الوصول إلى الحقيقة شنو؟ واضح مبين، وطريق الانحراف عن الحقيقة هم شنو؟ هم واضح. فالإنسان بعد مخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت بكيفك بعد راجع لك، شاكر أو كفور بأي حال من الأحوال. الله سبحانه وتعالى بيّن هذه بأجمعها، الرشد والغي. ولهذا بمن بيّنه؟ بيّنه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده بأمير المؤمنين وبالإمام الحسن والمجرة. ولهذا بيّن كل معالم الدين الإسلام، الإسلام بيّن كل معالم الدين عن طريق القرآن وعن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، خلينا نكمل الآية خاطر نوصل إلى مضموننا اللي نريده مولانا. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا الطاغوت شنو؟ الطاغوت مولانا صفة مبالغة، والطغيان طاغوت مأخذ من الطغيان بمعنى التجاوز عن الحد، الخروج عن الحد. زين، هسه احنا عندنا مثلا زين اذهب الى فرعون انه طغى، يعني شنو طغى؟ يعني تجاوز عن حده. الظلم يسمونه الطغيان، ليش طغيان؟ لانه تجاوز عن الحد. زين، الطاغوت هو التجاوز على الله سبحانه وتعالى يسمى طاغوت. شنو معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ الطاغوت شنو مولانا؟ الطاغوت بعدة آراء. الرأي الأول قالوا الطاغوت هي الأصنام التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت أي فمن يكفر بمن؟ بالأصنام. هذا رأي. الرأي الثاني قالوا لا، الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت هو الشيطان. فمن يكفر بالطاغوت أي فمن يكفر بمن؟ بالشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ماذا؟ عدوة. زين، إذن الطاغوت الأصنام، رأي ثاني الطاغوت شنو ورانا؟ الشيطان. الثالث هذا مهم إخواني، توجهوا لي. زين، السحر والشعوذة والكهنة كانت معروفة، هاي الشغلة هذا العمل كان معروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت الناس تراجع لهم في كثير من الأمور، في كثير من الأمور. هذول يجون سحروا أعين الناس واسترهبوهم. زين، يجون يقول لك كم حكاية مثلا، وانت تصدق وتقول إيه والله كل شيء اللي قال صحيح هذا. زين، إيش قد تطلب؟ هالقد أطلب ينطي. زين، أتروح لو أسوي هيك، لو أسوي هيك، لو أنا ما أحب، لأن أنا سامع كثير، ترى سامع كثير، ولهذا أحكيها. إخواني أعزائي أخوات اللي سمعن صوتي، هذا العمل أولا محرم شرعا، محرم الرجوع لهم، محرم إعطاء المال لهؤلاء، حرام. زين، والرجوع لهم حرام، والتكسب بهذا الطريق حرام. هؤلاء دجلة، هؤلاء مولانا حتى الإسلام يعبر عنهم عن الكفر، هؤلاء كذابين، هؤلاء نصابين.
قاعد ينصبون عليكم، قاعد يدجلون عليكم، قاعد ياكلون اموالكم بالباطل والحرام. انت بدل ما ترجع الى الله او ترجع الى آل البيت، ترجع الى الدين الحنيف، ترجع الى الاسلام الحنيف، اروح انا الى ساحر الى كاهن مخلي لي مسامير وابر وكذا ولعابه ويكتب وكذا وهذه. والله قال لي كم حكايه، قال والله انت ترى تحب اولادك. اي والله وايد احب اولادي. زين يقول زين انت عندك مشكله ببالك الان. اي والله انا عندي مشكله ببالي، وان شاء الله تروح للامام الرضا وان شاء الله الامام الرضا يعطيك اياها. اي صحيح، اروح للامام الرضا واطلبها من عنده. كل شيء قال صحيح، عجيب. انا عندي وانت ام عندك، هذا عنده ذاك عنده. يا ياهو والله قل لي ها والله قل لي ياهو، شو الحكي هذا ولا. زين الذهاب اليهم نوع من ضعف الايمان، الذهاب اليهم نوع من ضعف الايمان. المؤمن بالله تعالى ما يروح لهم، المؤمن بالله شو يسوي؟ فاتخذه وكيلا، يتوكل عليه من؟ هذا المؤمن، هذا المؤمن. رب المشرق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. التوكل عليه من؟ على الله تعالى. شنو انا اروح لهذولي؟ شنو هذولي؟ من هؤلاء؟ أكبر من الله هؤلاء؟ أكبر من آل البيت هؤلاء اللي أنا راح أتوسل بهم وراح والله حل مشكلتي؟ كواحد ياخذ 500 وواحد ياخذ 1000 وواحد ياخذ 3000 مولانا علشان عمل واحد. ابذلهن فيما يرضي الله أنت، ابذلهن فيما يرضي الله. هذا الألف والألفين ابذلهن، إذا فلوسك زايدة ذبح للحسين سلام الله عليه، ذبح لآل البيت، ذبح للحسينيات، خليهم بالمساجد مولانا. نعم هذا اللي دائم لك، هذا الدائم لك. ليش تحرق فلوسك؟ قاعد تحرق بأموال، أموال باطلة، هذه قاعد تحرق لشيء باطل. الشاهد ايش قال؟ قال الطاغوت منه؟ قال الطاغوت الصنم واحد، الشيطان اثنين، الثالث شنو مولانا الرأي؟ قال السحرة والكهنة. الرأي الثالث الطاغوت ياهو، حسب الرأي الثالث السحرة والكهنة، الساحر والكاهن. ها زين الشاهد مولانا العزيز شو يقول؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا الطاغوت كم رأي صار؟ ثلاثة، صنم، شيطان، السحرة والكهنة. الرأي الرابع اللي هو رأي عام مطلق، قال لا، كل تجاوز عن الله وعلى الله وكل ما يتعدى حكم الله هو شنو مولانا؟ هو طاغوت. أي شيء، أي شيء، عدم الصلاة، ها واحد ما يصلي هذا طغيان، هذا طغيان. واحد ما يصوم، متعمد ما يصوم، هذا الطغيان. ها كل شيء يتجاوز حكم الله وأمر الله وواجب الله، هذا شنو مولانا؟ هذا الطغيان. ها حبيبي زين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. عجيب عجيب، توجه مولانا، توجه توجه توجهت الله أنت. ها أول كن تنبذ الشيطان هنو بتجي إلى الله، مو أنت ويا الله والشيطان وياك. توجهتوا العبارة شلون؟ شلون تقديم وتأخير؟ شوف ما قال فمن يؤمن، أول شيء فمن يكفر بالطاغوت. أول كن تطلع الطاغوت والشيطان والأبالسة هذه، هؤلاء تطلعهم الطغيان، تطلع من قلبك، بعدين شو يصير عندك؟ نوب إيمان بالله تعالى. وإلا الإيمان بالله مع الطغيان الطاغوت لا يجتمعان بأي حال من الأحوال، وهذا عين التبري والتولي. زين الآن لما ترجع إلى التبري والتولي شو يقول؟ هذا تبري تولي له لا؟ ها شوف، فمن يكفر بالطاغوت تولي له تبري، تبري كفران بالطاغوت تبري. هذا أهلا وسهلا بالسيد مولاي حياكم الله، أهلا بخادم الحسين، أهلا بكم مولانا. فهذا فمن يكفر بالطاغوت تولي، احكي وياي، تولي له تبري، تبري كفر بالطاغوت. بعدين شو يصير؟ لما يجيك التولي شنو مولانا؟ ويؤمن بالله، ويؤمن بالله. بعطيك بعد آية، احنا عندنا ترى التبري والتولي من فروع الدين، من فروع ديننا. ها أن نتولى من أمرنا الله وأن نتبرأ ممن أمرنا الله بذلك، أن نتبرأ منه. زين الآية، شوف هاي الآية سوت مولانا، قدمت التبري على من؟ على التولي. واحد يتولى مثلا، يتولى الله ويتولى الشيطان، يصير ما يصير؟ واحد يتولى رسول الله ويتولى أبا لهب، يصير ما يصير مولانا؟ أنت أول تتبرأ ثم تتولى. شوف هي الآية قاعد تقول فمن يكفر بالطاغوت شنو هذا؟ تبري هالنوبة، ويؤمن بالله شنو؟ تولي. أعطيك بعد آية،
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه اقراها اشداء على التولي ولا تبري؟ تبري. رحماء شو يصير؟ تولي. يعني قدم التبري على من؟ على التولي. ها بعدين تعال آية ثانية، آية ثالثة، آية ثالثة أو مو آية، أعطيك القاعدة المعروفة: كلمة أولها الشرك وآخرها التوحيد، لا إله شو يصير إلا الله. زين، أولها تبري وآخرها تولي، واضح مولانا؟ إذن التولي والتبري من الواجبات، من الواجبات. هسه ما أقول لك التولي والتبري في بعض بالعلن، لا، مو شرط أن يكون التولي من التولي التبري من أعداء، من أعداء الله، والتولي لمن يحبهم الله تعالى. هذا الخيط ومشي بيه بعد كيفك. الشاهد مولانا الآية شو تقول؟ تقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. زين، شنو هذا عاقبته؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى، العروة تعرف شنو؟ العروة هذا الإقلاص يصير بقبضة يده، قبضة دسة، شو تقولوا لها؟ عروة. زين، هذه أضبط الإنسان اللي يريد يقض له شيء حار مثلا، أو يقض الإناء يريد يشرب، يمسك يريد يشرب مثلا، منين يأخذ خاطر يثبت إثبات قوي؟ هذا يمكن يزلق هيجي، يمكن يطيح، يمكن كذا. ها شلون تقدر تثبت القلاص عدل والإناء عدل؟ من تأخذه من العروة مالته، من هذا اليد، هذا القبضة مالته تأخذها، فأنت مثبت عليه. بعدين مو مولانا عروة رخية، شنو؟ وثقة، يعني شنو؟ قوية، ما تطيح، ما تنكسر. ها فأنت تأخذ الإناء شنو؟ باطمئنان. أنت إذا كفرت بالطاغوت وتوليت وآمنت بالله، فقد استمسك بمن؟ بالعروة الوثقى، تمسكت بالدين بالشكل شنو؟ قوي، ما ينعزل منك. إذا كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، هاي عروة الوثقى لا انفصام لها، تأكيد لها أن هذه العروة ما تنفصل. الانفصام عن شنو؟ الانكسار، الانقطاع، ما تنقطع، ما تنكسر أصلا، لن فصام لها، والله سميع عليم. زين، هسه نجي إلى البحث الروائي. البحث الروائي اللي إحنا عندنا الجماعة ما يقبلونه. زين، إحنا عد كاتبان روايات خير من الله. زين، هذه مولانا الروايات، من هو العروة الوثقى؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، شنو هذا العروة الوثقى؟ ما أو من؟ ما أو من؟ البعض قالوا خاطر شوية يعني يطيها في حالة علمية، قال العروة الوثقى هو الإسلام. إذا أنت كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، فقد استمسكت بمن؟ بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هو الإسلام، يصير مسلم. جزاكم الله خير، هاي مهم حلوة، خوش حكيات. زين، احنا مياكم. زين، الرأي الثاني قالوا لا، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هو القرآن. القرآن يعني فقد تمسكت بالقرآن الكريم، القرآن الكريم هو العروة الوثقى، يدلك إلى الرشاد ويبعدك عن الغي والباطل. هذا اثنين. الرأي الثالث، الرأي الثالث رأينا احنا، إذا نقول الإسلام أو نقول القرآن، إذا قلنا الإسلام أو القرآن تنطبق على رجل واحد، على عدة رجال، من جملة هذه الرجال الرجل المعروف. إذا قلنا الإسلام أو القرآن، فالإسلام ما قام الدين وما استقام إلا بسيف علي وأموال خديجة. وإذا قلنا القرآن مولانا، فهذا القرآن هو كتاب الله الصامت، وعلي هو كتاب الله الناطق. فإذا العروة الوثقى ياهو، العروة الوثقى ولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته كلهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والروايات في ذلك مولانا جدا جدا كثيرة. أنا كاتب واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسع روايات كاتب، والورقة ما بيها مجال، لو بيها مجال كان كتب. شوفوها، ما بيها مجال، متروسة، الله وكيلك. زين، هاي كلها تريد تثبت على أن العروة الوثقى ياهو علي أمير. أعطيك أنا اثنين ثلاثة مو كلهن، لأن ما عندنا وقت، ما يسمح الوقت أكثر من هذه. اسمع مولانا، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل التفاسير الشيعية بلا استثناء، كل التفاسير الشيعية هسه ما عدا واحد اثنين اللي يتكلم باختصار ويتكلم عن الأمور الاجتماعية، لأن احنا مولانا عندنا تفسير، أنا شغلتي بالتفاسير ترى مولانا، زين عندنا تفسير اجتماعي يتكلم أمور اجتماعية ما له غرض بالعقائد، زين ما يتطرق للعقائد، تجيب التفسير كاجتماعيات وكذا خلاص، زين يمكن ما يتطرق لهذه الروايات. عندنا تفسير اجتماعي، عندنا تفسير عقائدي، عندنا تفسير روائي، عندنا تفسير عرفاني، عندنا تفسير فقهي، عندنا انواع التفاسير موجوده، واضح مولانا؟ حتى تفسير فلسفي هم عندنا، زين؟ الشاهد بعدين تفسير قران بالقران، وعندنا تفسير قران بالسنه، وعندنا تفسير قران بالقران والسنه مثل تفسير الفرقان للشيخ صادق طهراني، واضح مولانا؟ الشاهد وعندنا تفسير جامع، جامع مثل تفسير البصائر، وهذا لامها كل التفاسير، كل الاراء وكل شيء جايب هذا. زين خوش تفسير. الشاهد قال رسول الله، أريد أقول لك أن العروة الوثقى ياهو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يركب سفينة النجاة توجه، وبالأخير كون أريد الانفعال منك إن شاء الله قوي يكون السير. من أحب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوالي عليا بعدي. فليوالي عليا بعدي. بس علي قال لا، وليعادي عدوه وليأتم، أي اللام من بعدها أن منصوبة ناصبة، وليأتم بالأئمة الهداة من ولده، حتى الأئمة من بعدها هم شنو؟ هم العروة الوثقى. زين بعد خلي أعطيك أنا بعد واحدة قبل لا أعطيك واحدة، اسمعني بس أبدأ أقول لك الإسلام ما في إكراه وفيه تبيين، بس خلي أعطيك رواية اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي الرواية عجيبة عجيبة إخواني، تحوس بقلبي ما يصير ما أحكيها. يقول رسول الله: ستكون بعدي فتنة مظلمة، من بعد يصير فتنة مظلمة يعني شديدة، الناجي منها، من الذي ينجي من هذه الفتنة؟ الآن هذه الفتن موجودة، الناجي منها من استمسك بالعروة الوثقى، اللي يتمسك بالعروة الوثقى شنو مرنا؟ ينجى. فقيل يا رسول الله: وما العروة الوثقى؟ اسمع اسمع اسمع، ها اللي هذا يقينا عن الفتنة، وما العروة الوثقى؟ قال: ولاية سيد الوصيين. فقيل يا رسول الله: ومن سيد الوصيين؟ قال: هو أمير المؤمنين. قالوا: يا رسول الله، ومن أمير المؤمنين؟ قال: هو مولى المسلمين. قالوا: يا رسول الله، من هو مولى المسلمين؟ قال: الإمام من بعدي أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. كم صفة جايب له؟ كم صفة جايب لي علي بن أبي طالب الرسول؟ كلش هواي. ولهذا من جملة أسماء علي بن أبي طالب شنو مولانا؟ العروة الوثقى. زين ولهذا الروايات عن رسول الله في علي بن أبي طالب جدا كثيرة ما عدا القرآن بعد. زين عنوان صحيفة المؤمن حب علي، عنوان صحيفة المؤمن حب علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، حامل لوائي في الدنيا والآخرة علي، علي أمرني ربي بسد الأبواب إلا باب علي، علي الصديقون ثلاثة، مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون وأفضلهم علي، علي من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليتولى من بعدي علي، ينادى يوم القيامة: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي، علي لكل نبي وصي ووارثي ووصي علي، علي خلقت من شجرة واحدة أنا وعلي، علي أعلم أمتي من بعدي علي، زينوا مجالسكم بذكري علي، زينوا مجالسكم بذكري علي، أقضى أمتي براءة من النار حب علي، من كنت مولى فمولاه علي، أولكم إسلاما علي، أصدقكم علي، أولكم ورودا على الحوض علي، لا يجوز على الصراط إلا بولايتي علي، أشقى الأولين والآخرين قاتلوا علي، أنا المنذر والهادي من بعدي، احكي
الصديق الأكبر، الفاروق بين الحق والباطل، أخي في الدنيا والآخرة، خير البشر فمن أباه فقد كفر، باب حطة من دخله كان مؤمنا، إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، إمام المتقين، أمير المؤمنين، قاعد الغر المحجلين، مني بمنزلة هارون من موسى، علي مع القرآن والقرآن معه، شيعته هم الفائزون، حبه إيمان وبغضه كفر، قسيم الجنة والنار، مني وأنا منه، ولي كل مؤمن من بعدي، أحب الخلق إلى الله ورسوله، حبه حسنة لا تضر معها سيئة، النظر في وجهه عبادة، علي مني مثل رأسي من بدني. صلواتكم كلها رخية. أريد الثالث على حب أمير المؤمنين علي بأعلى الأصوات. هذا كله عن علي بن أبي طالب. إيش قد جبت لك أنا؟ يمكن جبت لك الآن فوق 45 أكثر. زين، هاي كلها عن أمير المؤمنين علي. زين، وما خفيك أنا أعظم. أي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي يقول أنفاسكم مولانا، يقول الشافعي، يقول إن محبي علي، محبي علي أخفوا فضائله خوفا، وأعداء علي أخفوا فضائله حسدا، ومع ذلك فضائل علي ملأت ما بين الخافقين من المشرق إلى المغرب. شوفوا كيف نصر الدين ونصر الإسلام أمير المؤمنين وأهل بيته سلام الله عليهم. إحنا الإسلام انطى شعار لا إكراه في الدين، هذا لا إكراه في الدين، نحن نجذب الناس بالعقول والأدلة وبالمنطق والبيان وليس بقوة السيف والدب. ها، وشوفوا سيرة أئمتنا سلام الله عليهم، من علي بن أبي طالب إلى الإمام الحسن إلى الحسين إلى كلها. زين، حتى الحسين أتم عليهم الحجة، فلما تقاتلوني علي سنة غيرتها علما، يعني الحجة اللي عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعند الأئمة ما صارت عند أحد من الهدات، وهذا مولانا الذي يدعي الهداية ما صارت عند إلا عند آل البيت سلام الله عليهم، قالوا لنا نقاتلك بغضا منا لأبيك علي، وبالفعل هذا العداء وهذا الحقد عش في قلوبهم، يقول له إني لأذبحك، يقول لي الحسين، يقول لي أنا ذبح، وإني لأعلم أنت ابن رسول الله، أنا أدري بك أنت ابن رسول الله، أنا أدري، بس أذبحك ليش؟ طمعا بالجائزة. يقول له وجايبين رأس الحسين عليه السلام، يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد محجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. قال له إذا تعرف أمه هيك وأبوه هيك وجد هيك ليش قتلته؟ قال له سيدي طمعا بالجائزة. عجيب، وجابوا رأس الحسين عليه السلام وخلوه بين يدي يزيد ابن معاوية، أخذ ينظر، قام الإمام السجاد سلام الله عليه، قال له ألك حاجة يا علي بن الحسين؟ قال لي إليك ثلاثة حاجات. قال له ما هي الحاجات؟ قال له الحاجة الأولى أريد أن أرى رأس والد الحسين، أنا صار لي أيام ما شايف لا أنا ولا أخواتي ولا عماتي، ما شايفين رأس أبي الحسين، ها حجب عنا، أنتم حاجبين عنا. واحد، الثانية ماذا تريد؟ قل له إذا زعمت أو عزمت على قتلي فاجعل من يرجع النساء إلى المدينة. قل له فقد عفونا عنك، إحنا ما راح نقتلك، أنت ترجحن. قل له والثالثة؟ قل له الثالثة أكو حلي وذهب أخذت من عماتي وأخواتي، زين سلبوهن، أريدك ترجحن. قال له سنعوضكم. قال له لا نحتاج إلى العوض، فيها حلي جدة الزهراء، احنا نريد النفس هن. قال له سنرجع هذه الحلي، لكن رؤية أباك أو رؤية أبيك الحسين لا ترى الحسين ولا يراك إلى يوم القيامة.
ما راح أشوف الحسين، لا ترى رأس أبيك الحسين. يقول وقف الإمام قال له أتظن أنك تحجبه عني؟ أنت تحسب أنك تحجب رأس أبوي عني؟ قال له بلى أحجبه عنك. قال له أتريد أن أكلمه من مقامي هذا، من هذا المكان أكلم رأس والد الحسين؟ قال له إن استطعت فافعل يا ابن الحسين. يقول قام توجه الإمام إلى الستر اللي يعرف أن رأس الحسين خلف ذلك الستر، قال له السلام عليك أبا يا حسين، وإذا صرت من خلف الستر وعليك السلام ولدي علي. قل له تقعد يا بويا وشوف قيادي، تقعد يا بويا وشوف قيادي، ترى الجامعة حزت وريد وريدي ويشوفني الباقر وليدي. كأن الحسين عليه السلام يسأله عن عمته الزينب. قل له بويا هاي هاي عمتي بمجلس يزيد، ذليله ذليله يا بويا ولا ويا الجيد. واذا بزينب سمع صوت الحسين عليه السلام صحايات هذا معايات طبت الديوان اخويا الديوان، ولا كلمت يا عزين عدوان. اش عندك يا زينب؟ قام زينب سمع صوت الحسين هذا صوت اخيها. صاح الذليل الذليل الاخيت من غير خوان، اخويا خوان وانا منين جايب دللوني. اش عندك يا زينب؟ صاحت محل الاخي عندها خوان، اخويا تعيش مدللة وما يوم تنهى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.